كيف تفرق إذا كان هناك ترادف بين الولد والابن؟ كيف تفرق بين الأب والوالد؟ كيف تفرق بين الإله والرب؟ كيف تفرق كم معنى للنساء موجود؟ معاني فعل أمر كم مرة؟ يعني هنا يجب أن نكون في منتهى الدقة. الترادف أن هناك كلمتان في نفس المعنى لا يوجد، وفي كل لغات أهل الأرض الترادف غير موجود. أنا ما يهمني بالمطعم لا سيبوي ركب بالنحو تبعه على الشكل، المجرورات، المنصوبات، المرفوعات، وهذا ضرب اللغة العربية ضربة قاتلة، يجب أن نركز على السماع. الشيء الثاني، أنا بهمني باللغة، عبد القاهر السرجاني هو يعلم اللغة العربية، يعني لا في بويه ولا عبد القاهر السرجاني علمني ثلاث لغات، وأنا بنصحكم تبقى واعي تكون بذلكم، لا يفهم أي نص لغوي إلا على نحو يعرفه نحو، لا يفهم أي نص لغوي إلا على نحو يعرفه نحو. هذا جرداني. ليش؟ عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد إفهامه معاني الكلمات المفردة، وإنما هو النظم. يعني إذا تعرف تريد أن الناس حب سواتنا النساء، هو ما رح يفهمك إنه النساء جمع امرأة أو مو جمع امرأة. تفهم؟ تفهم النظم. لكن عندما ينسى المتكلم أنه يقول ليبين، فهذه ليست لغة وإنما هي هو. أنا لم أتكلم فصحى، كلامي وصلكم؟ طيب هي بلاغة، بلاغكم كلامي، هذه قلتوا بلاغكم. أنا ما بيكترني، ما أريد أنه البلاغة لأنه فهموني غلط. البلاغة هو أن يبلغ ما يريده المتكلم إلى الداعية. بأي لغة؟ وأول مستوى من مستويات البلاغة الصم البكم. أنا بعطينا واحد له هو مني، معناته هو بلغ وأنه أنا عم بعرض عليه يشرب، وبلغني أنه هو ما بكم. أي بلاغة؟ هذا مستوى، هذا مستوى من البلاغة أدنى بلاغة. أخيرته جواب أعلى مستوى للبلاغة هو أعلى مستوى في البلاغة التنزيل الحكيم، بحيث بالتنزيل الحكيم حرف واحد زائد حرف واحد. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له حتى بالثانية مزيادة، لأنه استطاع غير استطاع. أنا هذا اللي ليش حتى هو ما حتى هو. هذا اللي أنا بيني أعرفه، ما بدي أعرفه، شو بدي أعرفه. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هنا استطاعوا وهنا استطاعوا. أنت بدك تطلع على جبل، جبل قاسيوم بدمشق، بدك تطلع على قاسيوم تجي لأفق قاسيوم، بدك تبذل جهد ما. طيب إذا تحفر نفق في قاسيوم وين بدك جهد أكثر؟ لا شك الحفر النفق أقسى جدا من الصعود والهبوط. ولسبب ضاف تاء اسمه تاء الجهد. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يطلعوا فوق ويطلعوا وراء، وما استطاعوا له نقبة. لكن تاء الجهد هذه هل قال بها إنسان غير محمد شحرور؟ لا يعني شيء. أعطيك مثال، معلي مثال. خرج من الجامعة دقيقة، أنت بتكون بجوار جامعة بتطلع دقيقة، تخرج من الجامعة 4 سنين، تاء واحدة أعطت مدة زمنية طويلة، جرة تجارة، يعني تجارة، يعني هي تاء الجهد. تاء الجهد أنا مسميها تاء الجهد لطيفة. عرف تعرف، تعرف مني عليه، يعني هي إنه مو زايدة هي.
اثنين